وياهلا ومرحبا بأجمل المتابعين متابعين شركة مجمع الشامل. رجعنا لكم من جديد بتغطية جديدة مميزة لشركة مجمع الشامل في الرياض. اليوم وفرنا لكم منتجات على كيف كيفكم. تابعوا السنوات الجاية ولا تروحوا بعيد. وحطمنا الأسعار لعيونكم ووفرنا لكم منتجات مستحيل تتخيلون إنه راح يكون سعرها 5 ريال. قدر الطبخ اللي حبيتوه وفرنا لكم من جديد بثلاث أحجام مختلفة لعيونكم وبالسعر اللي يحبه قلبكم. على فكرة جودتها جدا عالية، راح يكون ستيل معاها الغطاء القزاز ومقبض جدا مريح قابل للحرارة طبعا. وراح تاخذين كل قطعة أو كل قدر بسعر 5 ريال، في منه 3 أحجام الكبير والصغير. والطبخ صار أكثر سهولة مع منتجات شركة مجمع الشامل، خصوصا مع الفرامة اليدوية الذكية اللي وفرناها لك لليوم. يعني راح توفرين على نفسك الكثير، تقدرين تفرمين فيها الخضار واللحم وبشكل جدا بسيط وسريع. راح يكون معاها من الداخل شفرة حادة بالحجم الوسط وسهلة الاستخدام، في منها أكثر من لون، الوردي الأخضر واللون الأورنج. راح يكون كلها بلاستيك وراح تاخذونها بس بسعر 5 ريال و75. اليوم وكل يوم الشامل يدلعكم باجمل بمنتجات، لان هدفنا اكيد هو رضاكم. شوفوا معي ايش وفرنا لكم اليوم، تحف جميله جميله جدا بمعنى الكلمه وبعده اشكال. طبعا الحلو فيها تقدرين تحطينها كده على الرفوف بكل سهولة، سواء على رفوف أو حتى على طاولات، خاصة طاولات الدراسة، أو حابة تستخدمين استخدام شخصي أو حتى للهدايا. شوفوا معي طبعا للأمانة شفت زيه وكان سعره جدا مبالغ خارج مركز. أما عندنا في شركة مجمع الشامل راح تاخذين كل حبة بسعر 5 ريال و75. هلا شاركوني آراءكم عليها. شوفوا هذه الأشكال تنفع اللي يحبون التصوير، كمان عندكم الأشكال مدرس ومدرسة، يعني الأشكال من الآخر مرة حلوة. تعرفون مين صنعها لكم؟ صنعناها لكم بكل حب من شركة مجمع الشامل، وأكيد الشامل ما يصنع شيء إلا يطلع في غاية الجمال ما شاء الله. وفي كمان هذه الأشكال اللطيفة واللي ما تتفوت من التحف، راح تكون كذا بالحجم الصغير وبرأسها كذا يتحرك، تصميمها جدا لطيف وعجيب. تحطينها في غرف الأطفال، على الطاولات، في الرفوف، كلها راح تكون حجم صغير وبعدة ألوان. وراح تاخذين كل قطعة بسعر 5 ريال و75. هلنا والجديد من قسم المخدات، المخدات الأنيقة والمميزة هذه راح تجيك كذا بشكل دائري مخمل عالية الجودة ولا كأنها ب5 ريال للأمانة. وفرنا لك أكثر من شكل، تحطينها في الغرف على الكنب راح يطلع شكلها جدا جميل. وراح تاخذين كل مخدة بسعر 5 ريال، وألحقوا على الكمية، في منها كمية محدودة. وصار وقت التغيير، غيري أدوات مطبخك مع البرطمانات الجميلة والأنيقة هذه اللي وفرنا لك لليوم. صراحة تصميمها ولا غلطة، راح تكون برطمانات قزاز شفاف معها غطاء معدن بالتصميم الخشبي، سواء للاستخدام للبهارات أو حتى للمكسرات. الحلو وفرنا لك تقريبا ب4 أحجام، وراح تاخذين العلبة أو البرطمان الواحد بالنسبة للحجم الوسط والكبير. أما بالنسبة للحجم الصغير اللي هو 260 ملي راح تاخذين البرطمانين مع بعض بسعر 5 ريال و75. هذا لبس. ولو حابة تاخذي مجموعة كاملة، مجموعة توفيرية، لا تشيلي هم، وفرنا لك هذه المجموعة الجميلة واللي راح توفر عليك الكثير من البرطمانات القزاز. متخيلين راح تاخذون 3 علب مع بعض، كمان عندك هذا الشكل لو حابة، معها غطة باللون الأسود محكمة الإغلاق. وراح تاخذين كل 3 حبات بسعر 5 ريال و75. هلا صراحة يا بلاش، الحقوا على الكمية.
ولمنا سلامتكم تهمنا وفرنا لكم معقمات اليد بعدة خيارات ما بين الجل ما بين البخاخ وما بين الجل بالحجم الكبير. وفرنا لكم هذه المرة الحجم الصغير اللي ينفع للطالبات، راح تاخذين اثنين مع بعض، اما بالنسبة للبخاخ والجل بالحجم الكبير راح تاخذين العلبة الواحدة. في الويكند أكيد تحتاجون البوب كورن لجلساتكم الجميلة مع الأهل والأصحاب، عشان كذا وفرنا لكم هذه العلب الجميلة بالحجم الكبير. الحلو فيها تقدرين تستخدمينها أكثر من مرة، حجمها مناسب، وراح تاخذين الخمس حبات بسعر 5.75 ريال هللة. نكمل التغطية مقسمة بلاستيك مع العلب الجميلة هذه، شوفوا كيف طريقتها، مقسمة من الداخل تقدرين تحطين داخلها الجوارب أو حتى الملابس الداخلية، فيها عدة تقسيمات. كمان لو حابة كذا الشكل اللي ما يكون مقسم راح تاخذينه بنفس السعر، كلها راح تكون بلاستيك معاها الغطاء، وراح أحط لكم طريقتها في سناب الجاية. لازم في كل مطبخ يكون فيه صفاية للحوض، لازم يتغير كل فترة. وفرنا لك اليوم صفاية الحوض أو حوض المطبخ الجميلة هذه، وتاخذين قطعتين مع بعض من الداخل بلاستيك وبحواف سيليكون بعدة أشكال، ما بين هذا شكل الوردة شوفوا كيف، وما بين الشكل الدائري، وعندك هذا الشكل جدا جميل. راح تاخذين من القطعة الواحدة إلى قطعتين بسعر 5.75 ريال هلا. والحلو كمان في بعض الأشكال يكون معاها يد، يعني تقدرين تسحبينها من الحوض بكل سهولة. وعندك عدة خيارات لو حابة الستيل، كمان عندك ما شاء الله هنا عدة أشكال. منظمات عصرية وبأقل تكلفة وين تلقونها؟ أكيد في مكان واحد في شركة مجمع الشامل. خلينا نشوف مع بعض الجديد مع منظم الصحون ومجفف السحري هذا، تقدرين تحطين فيه الصحون، كمان عندك مكان مخصص تحطين فيه الملاعق والشوك، مو بس راح ينظمها لك، كمان بيكون إلى الشفه في مطبخك. تصميمه جدا ذكي، راح يكون بلاستيك مع سيليكون. ايش الحلو فيه؟ تقدرين تطوينه يكون قابل للطي، يعني تطوينه وما ياخذ منك اي مساحه، وزي ما عودناكم شرح توضيحي في السناب الجاي، راح يكون حجم واحد وشكل واحد، وراح تاخذونه بس بسعر 5.75 ريال هلا. بيتك ما يحتاج غير لوحات فنية تخليه يزداد جمالا، أكيد اللوحات اللي نوفرها لك في شركة مجمع الشامل تكفي وتوفي. شوفوا معي الجمال كله اللي اجتمع باللوحات الخشبية هذه، راح تكون بعدة خيارات. عندك هذا الشكل على شكل بيت تحطينه في المداخل أو على مدخل البيت تحطين فيه المفاتيح، كمان عندك هذه اللي ركن القهوة أو حتى في المطبخ راح يكون معها ملقط صغير تحطين فيه النوتس أو المهام. كمان عندك ما شاء الله عدة خيارات سواء لركن الكوفي لوحات أو حتى للمطبخ زي ما شايفين، وفي منها عدة أحجام. خليني أصور لكم الأشكال بالتوضيح أو عفوا بالتفصيل بسنابات الجاية. الله واو، أوه ماي جاد، لا 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 كذا كثير على قلبي.
وأكيد المطبخ يبغى له لمسات بسيطة منك. اختاري هذه اللوحات الجميلة، صدقيني ما راح تندمين، حطيها في مطبخك وراح يطلع شكلها جميل. كمان هنا معها علات ممكن تحطين فيها الملاعق الحلوة. فنانك بثلاث ألوان تقريبا، الأسود والبيج والأبيض، ما بين الشكل المفرغ اللي زي كذا، وفي منها شكل كتر زي ما شايفين هنا. كلها راح تكون بالحجم الصغير، تقدرين تعلقينها في الجدار بكل سهولة، وراح تاخذينها بسعر 5 ريال. تحسبون خلصت الأشكال؟ في ما شاء الله أكثر من 10 أشكال، اختاري من الشكل يناسبك. حتى هناك شوفوا، هناك في أشكال لسه الحين بصورها لكم. خلونا نتكلم على هذه، جميلة جدا لركن الكوفي. كمان عندك هنا التعليقة الخشبية باللون الأسود، تنفع للمطبخ، عليها توست وعليها رسومات للمطبخ باللون الأسود وبالحجم الوسط. العشاق صنع الكيك والحلويات، تقدرون تقاومون هذه المجموعة اللي وفرناها لكم اليوم، مجموعة كاملة ومتكاملة لصنع ألذ الحلويات وتزيينها بلمساتك الخاصة. راح تاخذين مجموعة كاملة مكونة من 9 قطع، اللي هي أدوات تشكيل العجين، كمان عندك السكريبر، راح تاخذين 3 حبات اللي هي تسوية الكريمة أو تسوية الكيك. راح تاخذون 9 حبات مغلف كامل بس بسعر 5 ريال و75. هنا لطلعي إبداعاتك معانا ومع هذه الأدوات الجميلة. خميس ومنتجات شركة مجمع الشامل، بالله عليكم في أجمل؟ خلونا ننهي تغطية اليوم من فرع رياض مع لعبة بوبت الأكثر طلبا. طبعا راح تكون باللون الأبيض، بس لما تطلعين في الشمس راح يتغير لونها وتصير ألوان كذا زي ما شايفين. اختراع جدا جميل وغير اعتيادي، وفرنا لك ما بين الشكل المربع وما بين الشكل السداسي. راح تاخذين كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. شوفوا كيف شكلها بدون الشمس، راح يكون لونها أبيض، أما في الشمس راح يطلع كذا ألوان جميلة جدا وزاهية. الحقوا على الكمية، صراحة ما يتفوت الشكل والفكرة.